ليش بديت فيني؟ أنا أحس الحلقة دائما الأخيرة فيها لخبطة مشاعر يعني اللي ما تدري شو تقول. أنا مبسوطة إنه إحنا كنا يعني فريق واحد، كنا عيلة خلينا نقول. إن شاء الله خلال هالسيزنين كنا خفيفين على الناس وقدرنا إنه إحنا نقدم خلينا نقول الترندات بشكل خفيف، وكنا لطيفين مع الناس يعني. إن شاء الله البرنامج راح يوقف أكثر من شهر. لخبطة المشاعر لأنه راح تفقديني بكل صراحة. أنا ما حنخلص من نرجسيتك لو عندنا مليون سيزن، بس يعني حفقدكم واحد واحد أكيد. صراحة ما في تفسير ثاني للخبطة المشاعر. طب خلوني أنتقل لجود. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. طبعا اليوم صراحة أنا زعلانة ومبسوطة بنفس الوقت، يعني بنفس اللحظة. وش تبي؟ زعلانة كون هذه آخر حلقة، ولكن مبسوطة لأنه في موسم جديد، في إضافات أفضل من كذا، وأكيد عندنا ترندات وأخبار وأشياء كثير نقدمها. وبنفس الوقت الجامعة الحلوة، أنا مرة أحب الجامعة هذه، معليش. مرة أحب الجامعة هذه. وبنفس الوقت أنا جدا ممتنة لكم جميعكم يعني بالاستثناء، لأن في أشياء قدمتوها لي ممكن أنتوا تشوفونها بسيطة أو ممكن تكون طريقة مباشرة أو غير مباشرة، بس صراحة يعني الوقت والخبرة اللي قدمتوها لي فرقت معي كثير، فشكرا لكم جميعا. الله، والله كلام جميل، كلام جميل. الله يسعدكم. انا اقول لك شخصيا صراحه لا، ولو يعني ما سويت شيء. انت الهمتني. انت الاساس، انت الهمتني اكيد. وتقولين في اضافات في الموسم الثالث افضل إن شاء الله من كذا؟ في افضل من كذا. احنا دائما نسعى للافضل عشان مشاهدينا ومتابعينا كلهم، فنسعى للافضل سواء في الاخبار سواء في اشياء كثير يعني. والله خطيره صراحه، تعرفين تردين. لا الجمتيني صراحه. طيب خلوني انتقل لسام. اول شيء انا زعلان ما في الترحيب حقنا حق اليوم المعتاد. صراحه قرب المايك مني خلاني ما ابغى ازعج المشاهد اليوم. طيب طيب، اول شيء فعلا ممتن جدا بهذه الرحله من اليوم الاول، كانت فيها علامات استفهام، ما نعرف مجال جديد وتعلمنا فيه، تعرفنا عليكم، برنامج متجدد، فخور بمعرفتي فيكم، اهتمامات مختلفة، اختصاصات مختلفة، ولكن كلنا نجتمع على الالتزام انه نقدم للمشاهد اللي يستحقه. دائما يقول لك في المنجز لا تطالع المنجز، ركز على الرحلة. وانا ممتن جدا للرحلة هذه عبد المحسن. ممكن برنامج والصاير هو اول برنامج تلفزيوني لك، لكن تجربة البودكاست انت اخبر واحد فينا فيها تقريبا. منطقتك اليوم صحيح. وعلى فكرة الموسم الثالث راح تكون في حلقة بودكاست أسبوعيا. يا سلام. خلونا ننتقل لنواف. أهلا أهلا، مساء الخير. طبعا ما أبغى أضيف أكثر من الكلام اللي قالوه الضيوف العزيزين. لا أبغاك تضيف، أنت جاي علشان تضيف. طيب اليوم نواف أجي خلاص بضيف. أنا سعيد جدا وسعيد الحظ جدا أن أنا أحد أعضاء هذا الفريق الجميل. أيضا أنا محظوظ أن أنا قدرت أساهم في نقل الأخبار والأشياء اللي صايرة للمتابعين البرنامج مشرحة لهم، وبالذات مشاركتهم الفخر بالإنجازات اللي نقلناها عن المملكة العربية السعودية.